متابعين. هلا الشيوخ. أهلا أهلا. السلام عليكم ويعطيكم العافية. كومنتات يلا بسم الله. ابتدوا والناس يدعون حق روحهم فوالي يفوز. يلا بسم الله وأياني تدعي. الله يوفقهم. هناء مايك. وعيسى شو تسوي انت عقب ما تطلع من اللايف او كل يوم عقب الساعة 9 ونص 10 شو تسوي؟ لا انا اليوم اللي ما عندي لايف. اي شو تسوي؟ وين تروح؟ بلبس سيدي اروح المحل شيماء صدقين؟ ميلسك المحل صار؟ ميلسي صار المحل. وإذا لحقت ايه ومثلا خفت الزحمة في المحل رجعت ميلس مع الأساسي. ميلس واحد ما في غيره. ميلة ما غير. ما تروحون غبقات؟ جايل وانا ما صدق ما كنت انا فكرت في هالشيء غبقات مع ربعنا وميانا وكذي يعني. إيه اسوي نسوي ايه رسميات رمضان ما في وقت. لا انا ما احب ربعنا يروحون صبيان يروحون ترى احنا صدق والله يروحون. ايه ترى انا ما ادري ليش يعني الحين كذي قلت بسالك انا ما قد فكرت فيها أنا. لا يسوون شباب صدق والله. اي والله رسميات يعني هو حلو وانا تشوف ناس من زمان ما شفتهم. ايه وايد حلو. انت ما شاء الله عليك واصل. اسعى برش طويل. واللي يبي يشوفك يعرفون يحصلك. سهل. واللي يبي يشوف شو اسمه البرنت الجميل. بطلع لك فوق من هنا. هاي كل مقدمه عشان انا اوصل حق الموضوع. لان ما اعرف يعني شلون اساعدك انك تقوله في الكرام. انا اعطيت مقدمه هطول. جبت لك من الغبقه. من الغبقه. بس ال تسولفون نسولف وياكم ونوزع جوائز وزين ما يقصرون والله كلها نص ساعة والله. ايش مستعجل؟ ايش عندك؟ ما ادري ايش عندك؟ ايش عندك؟ والله احساسي ما عندك شيء. احساسي ما ادري يعني جو. لا اصلا الليل يقزر شيماء ترى صدق والله خلينا نكون واقعيين وايد يقزر بسرعة بسرعة. بس في نفس الوقت انا ضد رمضان قبل غير رمضان ما ادري بس خلاص غير خلينا نستانس. انا بقول لك شغله ابو عيسى في وايد ناس مع الاسف يعني مركزه على انه مو مركزه نسيت ان رمضان من شعائر الاسلام مو عادات وتقاليد. مو عادات وتقاليد يعني رمضان اول غير واحد غير. يا اخي انت بنفسك على الاجواء انت تحييها وانت تدفنها. اي 29 او 30 يوم خلصنا هذا رمضان. بس هذا هو اذان يقدم اذان اخر رمضان شهر فضيل صح. رمضان وين الاول شنو الترا شو اسمه الالترا بوست. هذه ابديت على السناب بالريال. لا في واحد قبله. هل في والله انا ما اعرف هاي اسمه ان ام كي 72 اندرسكور احمد حقيقي قايل لك اشتر في واحد قبله بعد صدق والله. اي 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 عارف ان انت بتلبسه اليوم لان ليش انا بعترف ليش تاخرت اليوم ليش دعايه حق شو اسمه ما عليه ترزق بس فنان يعرف يضبط ساعته والله يعرف يضبط ساعته فنان فنان. زين ابو عيسى اليوم عندنا اسئله وعندنا اسئله اي نعم عندنا هدايا حلوه وبسرعه عندي دوام يلا خلينا نلحق على اللي عندنا على هالخشم اي اس دبليو بسرعه ابو عيسى شيماء عندنا دوام ان شاء يلا الله يلا يلا تم 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 عطونا السؤال الاول. السؤال الاول السؤال الاول يقول هل الاصلي حسن المقابي عدوا لي المثلثات اللي ظاهره الان على الشاشه عدوهم المقابي انت الاصلي يا حبيبي يلا. حسن والله حسين كان حسن المقابي والله ونعم يا ابو علي يلا نعد المثلثات اذا تسمحون هذه ايه مسجل عندي ايه بنخلي الجماعه هاي جوا واجواء يعني انزين يلا ايه ايه ايه. هاي جوا واجواء جوا واجواء جوا واجواء انزين ايه. يلا يا جماعه الخير المثلثات كهما على الشاشه عدوا لي المثلثات كم تقريبا لا وايد فوق 213 وايد فوق 111 معقول 90 نرجع ايه نرجع نعد مره ثانيه نرجع نعد 92 نرجع نعد مرة ثانية قاعدين يعدون وايد قريب 82 وايد قريب 93 علي العكري 93 كاتب موسى 91 ايه باسم 98 105 90 91 قلبي وايد يعورني صراحة 88 88 لا يعني معناته محمد جبران عد ايه عد صح بس خانته المثلثات اي 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 اي
جاوبوا شيماء. يلا اكو شباب يأشرون لي. كم مثلث ابو عيسى على الشاشه؟ 89. 89 مثلث. اس ار دوت علوي. علوي اس اي اس اي اتوقع يمكن ساره. اي لا يمكن ساره. يمكن ساره. اي اس ار دوت علوي. الاجابه صحيحه. 89 مثلث. تسحب على الجائزه ابو عيسى؟ اي نعم. يلا نقول بسم الله. اس ار دوت علوي. اس ار دوت علوي اللي احنا ما نعرفه حبنا. اي والله صح ما نعرف الحين. بس صاحب النصيب فاز ب ايربودز برو. ايربودز برو عليكم بالعافيه. عليكم بالعافيه وتستاهلون. عليكم بالعافيه. كلها جوائز حلوه. كلها جوائز جميله. 89. انزين سؤال والله ستارت اب ايش تبون يا جماعه؟ ستارت اب. يلا نشوف ستارت اب. عقب السؤال الاول عندنا ستارت اب سلانج. يعني انا والله اعرف مال من ذي سلانج. انا اعرف جارك. ما اعرف جارك. ونعم والله ونعم حرقوا فليفل. اي نعم الله يوفقهم ان شاء الله. احب البرجر اللي عندهم. عندهم شيء اسمه كاليفورنيا اذا انا مو غلطانه. وايد صاير كلاسيك وانا يعني احب الاشياء الكلاسيك. اوكي تقاويس ما احب فانا احبه. وعندهم شيء وايد غريب. شفت الريزوتو بولز؟ عندهم هريس. ها هذا ما ذقته انا للامانه. وايد لذيذ. ما ذقته. وعندهم رياش. لا صراحه احنا مقاطعين المنيو. فسلانج واحد من المطاعم اللي احنا نعرفها. تابعوه وجربوه. والكونسبت مال ستريت فود وفي منطقه السيف. لازم في محل يا جماعه. نعم. يعني بينه وبينه محل. هني عند برج زين وعند الجماعه كلهم. الله يوفقهم. انزين. يلا اوكي. الله يوفقهم. الحين نشوف شيماء. من وين نفنوفك؟ ما شاء الله. نفنوفي كل نفانيفي من تصميم مصممة الأزياء كبرى القصر. ونعم ونعم كلهم. اي نعم فيه وفي عيالها. شكرا. اي عاد بعد ما يصير. شكرا لهم. هل يطالعون ولا ما يطالعون؟ لا يطالعون. يطالعون. لا يطالعون ما يحتاج. انزين يلا عطونا السؤال الثاني يا شباب. صورة المظللة وعطونا راعي هالصورة. من هو راعي هالصورة؟ بس يا جماعة ركزوا. وراعي الصورة قزر عليه الدهر. يعني هو يعني أيام شبابه. هذه أيام شبابه. يعني شلون كذي؟ يعني شو هاللون؟ شلون تطلعون حتى يعني صورة يعني لون واحدة بجوه بس أيام الشباب؟ إيه شلون كذي؟ يلا الله يسامح اللي في بالي. إي نعم يلا. عمرو دياب خطأ. لا 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 خطأ. توم كروز لا. وهو لا لقب معروف شيماء. إيه لكن لا يكتبون اللقب. نبي الاسم. ايوه نبي اسمه. نبي الاسم. هاني شاكر لا. كريستيانو رونالدو لا. يلا عمرو دياب لا. في احد قاعد يكتب اللقب. لقب لا. الاسم. الاسم مو اللقب. في احد كتب اسم الشخصيه. في واحد كتب اللقب صح. اللقب إيه بس الاسم احنا اي نبي الاسم والله. مايكل جاكسون لا. لا عاد مره لا يحطون لي مايكل جاكسون. ترى انا صدق احبه. من فاروق؟ عبر الغارات؟ من ساعة الناس كاتبين حواني. من حواني؟ من فاروق؟ ربعنا بلوه والله. ما عليه حواني من؟ ربعنا بلوه. انت فاروق؟ لا. بنت ولا ولد؟ لا ولا. لا ولد 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 ولد. توم كروز؟ لا. حمد. من حمد؟ هاي محمد. هاي طاحت حماني. الحين شوفيها تربل اي. إيه؟ ليش كتبت الاسم الاولي؟ كملي اوف يا والله. كتبي الاسم. محمد جنيد ياب الاجابه الصحيحه. نعم. بس على ايام شبابه يعني ما ادري صراحه شلون تسوون كذي يا جماعه الخير. تطلعون يعني ذراك ايام الشباب يعني لو الواحد يبيها هو مبهو يشك. ايش ايه يعني تشوفي يعني كان له شعر والله كان صغير. صغير كنا بارستا هني صورته. والله بارستا والله ما يطيح عليه مصارع. قزر عليه شهر يعني شهر شنو؟ الدهر. الدهر شنو هي الجائزه يا ابو عيسى؟ 50 دينار كش. 50 دينار كش عليك ب 60 الف عافيه يا وتستاهل كل خير. محمد اللي فاز ويانا. محمد جنيد. اي نعم. نعم. من وين هالصوره؟ من ابو يوسف. احمد حقيقي من ابو يوسف. ابو يوسف صاحب هالصور الفنانه. شلون يطلعهم وشلون يفكر فيهم انا ما ادري. انا تليفوني سائل انت شلون قاعد يرن؟ بنحب الناس. ايربلين عيال. ليش فيني انا اليوم؟ ايش في بنحب الناس؟ عندنا بزنس اذا انا مو غلطانه. عندنا ستارت اب بزنس. خلونا نشوفه قبل ناخذ السؤال اللي وراه. البزنس بريكس. اشياء لذيذه
جميلة. أوه. ما قصروا في الحلقة اللي راحت، جابوا لنا فطور، جابوا هالكثر أكل. تطرشون هالكثر أكل مرة ثانية، كلكم ذوق والله، بس القليل أفضل. بس حلوين. إيه؟ حلوين شغلهم حلو. السمبوسة محشية بمدري شنو، تكة لا إله إلا الله، أشياء وايد لذيذة. في هلا بلوزة الله يوفقهم. الله يوفقهم. والحلو فيهم أن شنو، كل بين فترة وفترة يجددون. أنا أحب التجديد. يعني يمكن وايد ناس الحين تشوفنا ويعرفون أن راعي المطعم رفيجنا. إيه؟ ونعرف محمد ونعم وستين نعم ويدو. مخ. شاطر. مخ. شاطر، لأنه فاهم الشغلة ويحب هو هالنوع من الأكلات، فعارف شلون يطورها. هو يعرف كل شيء بس ما يعرف يقرأ صدي. ما يعرف. إن شاء الله يسمع. نحط عليه المرة الجاية. إيه إيه نستنى. نحط عليه المرة الجاية. إنزين يلا عطونا السؤال اللي عقبه يا كنترول. اللي عقبه. السؤال اللي عقبه. السؤال اللي عقبه يقول أوكي الحين عندنا إحنا هني إيموجيز، عدوا لي الأشخاص مو الإيموجيز، نتخيل إن هذولين أوادم حقيقيين. تخيل إيه بالضبط. عدوهم لي. في ترك بسيط مو ايه؟ ترك هو نفس ما قالت شيماء. أي اللي أنا قلت اللي أنا قلته اللي أنا قلته في حيلة. فتشوفوا الإيموجيز عدوا لي الأشخاص تمام يلا. محمد 105 ابو عيسى ما في والله في يا اخوي قلنا لك وين تشوفهم ابو عيسى ما في دلاغات هالسنه طاوله حاطين لي يا اخوي ايش كبر يا سيدي مانعينه مانعينه ما ادري ايش ليه كم بطلع لك من برا على الطاوله اللايف الجاي والله اصبر شوف اللايف الجاي انت طوف اي انا عندي لك فكره شنو قبل نطلع على الهواء كذي مر لا تقعد لف كذي وقعد حياك ابو عيسى تفضل برفع الذوق تفضل قلط هذا هو الحل الوحيد يلا كم غلط خطا كم رقمنا احنا خطا الارقام يا قليل يا وايد 44 وايد قليل شوفي هني طقوا 89 شباب كم من واحد في ناس قاعده تعد 89 انتم وايد جريب 16 انت متملل حسبه ترى في ترك بسيط ليش انا قاعد اقول عدوا الاشخاص 97 لا الأشخاص نفس ما قالت شيماء مو صوى الأشخاص يعني يمكن نقول في صورة تحتوي على شخصين أيوة. مثلاً مو يب. مثلاً تقعد لا 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 في 90 رجع مرة ثانية دكة 76 وايد قليل دكة تحت أقدام الأمهات أي نعم الجنة الجنة تحت أقدام الأمهات ما أقدر أجرب أكثر خلاص يعني عطاكم إياه أبو عيسى من الآخر يعني مفروض اللي بيعده الحين وسمع اللي قال أبو عيسى يستوعب إنه في شيء دبل صاير أيه؟ في شيء دبل صاير بس الإجابة ما أدري كنا صادوها صادوها أبو عيسى من الفايز ظني خلينا نشوف من الفايز خلينا نشوف من الفايز على الشاشة محمد دوت أندرسكور ربيعة ربيعة محمد يابها 91 كاركتر 91 شخصية مو ايموجي شلون 91 يا شيماء زين خل اقول لك انا 1 2 3 في السطر الخامس في ايموجي الام اللي شايله البيبي الرضيع بطل. فهذه ينحسب عن اثنين الرضيع مو رويحه رويحه فبتنعد ولا ما ينحسب رويحة امي خلاص رويحة خلاص 91 اليوم لحظة الفايزين مو كنا كل اسمهم محمد محمد وعبد محمد وعبد الحمد لله من اليوم لا خلنا نسحب على الجائزة ما شربت أنا لا شاي ولا قهوة عبد الفطور محمد ربيع تستاهل يا ربيع ربيع أتوقعي نسحب 50 دينار كاش يا محمد عليك بالعافية وألف ألف مبروك تستاهل يا محمد كتبت 91 كتبت ألف مرة بحسين دوت أندرسكور نشرح ليش يعني ليه حشل هالدرجة مو بينكم انتي ابو عيسى واللي سلمك على السريع ليش ما تبين لكم انتي ومو على السريع حتى على البطيء واللي سلمك جماعة بحكم الضغط اللي يصير على اللايف انستغرام ثم انستغرام ثم انستغرام ما يتحمل في الضغط اللي على الكومنتات فالكومنتات اللي تطلع في الجهاز اللي قدامي غير الكومنتات اللي تطلع في تلفون شيماء غير الكومنتات اللي تطلع في تلفونك في تلفونك ف احنا عندنا تلفون محايد لا مسوي فولو احد لا احد مسوي له فولو عشان نعرف شنو ان اغلب الكومنتات تطلع عنده فاول كومنت يطلع عنده تشيك هو الفايز ابو عيسى تشوفني اف اندرسكور اندرسكور دي 55 اشوفك يا تاج راسي انا شفت سؤال وايد غريب يعني واحده كاتبه ليش
الفايزين كلهم شباب، اختي ما صختي يعني. تبي تقولين ان هم يشجعوني يعني ربعهم وانا يعني بسعود وانا يعني اختي يعني تبين توصلين له يعني؟ تبين توصلين على الجلابيه؟ توصلين على الجلابيه اختي، جلابيه بقلها. بطلوا في يوتيوب والله الله يبطل عليك باب الخير يا رب. سمعونا الجماعه، واذا كان في تشانس والله كل الجماعه موجودين، واحنا طرحنا الفكره وهم يدرون الجماعه اذا كان في تشانس. بس المشكله يوتيوب صعب، لازم يكون عندك يوزر نيم، لازم يكون عندك باسورد لوجن هالسوالف عشان تقدر تدخل في اللايف. اي والله، وقليلين اللي عندهم للاسف، وانا واحد من المهم عندي هو علشان كذي انت ما تبي تصعبها على الناس، تبي كل شيء والله شارك. بس بنشوف لنا حل يعني، احنا نوعدكم انه بنشوف لنا حل. ومن عقب شو اسمه اللايف اللي راح، اي يا جماعه احنا سوينا سكرين ريكورد شباب هني ما قصروا، عشان للمشككين، مع انه ما اتوقع ما في يعني الناس تهري، بس قشمره وضح يضحكون ويانا والله العظيم نصف النيه. زين تميت احطهم في الستوري على اي اساس؟ هذه اول اسم عشان الكل يتطمن. صح اي عدل كلامك. السؤال الرابع والله ستارت اب يا جماعه. نعم ستارت اب. يلا عطنا ستارت اب. خلينا نشوف الستارت اب اللي عندنا. فلافل شعبان. بيب وعيسى شوف بقول لك، انا ما اعرف راعي المطعم ولا اعرف يعني شيء عن المطعم غير شيء واحد. شنو؟ عندهم فطير مشلتت لذيذ. قولي والله. لذيذ اللي على جبل العسل. ما بعرف، انا احب المشلتت ترى. الزنج. ويا جبن قلاصات انا طقتها ترى. اوف وعسل ويقحار. الزنج؟ اي. وين في الزنج؟ قبل بيتزا هات. بروح له. يعني شويه صاير شو اقول لك؟ فلافل شعبان. وايد لذيذ ابو عيسى. لا انا ما نريد، ما قضقت الفلافل مالتهم، بس اعرف ان الفطير مشلتت مالهم صاروخ. لا لا انا بطيق مشلتت لازم، وجبن كلاص لازم، تقول له جبن وعسل عاد بس. لا بس في الزنج عجيب والله، في الزنج عادل. لا انا الزنج والله يعرفونه، ما قضقت الفلافل أنا والله، ما قضقت الفلافل، ما اعرف ولا شيء عن المطعم والله العظيم. ما هي اوك بعد انا ما اكل منها في رمضان، اخاف بركات رمضان يا وغتفطر يوم ثاني فتموت. اللي بعده هاي كل حلقه ويانا. اللي بعده اللي كل حلقه ويانا ولا هو غير هذه؟ والله كنا نفس اللي بعده. بويا كلهم طلعوا ياكلون من فلافل شعبان. وعيد سوالف وسوالف هاي عليك يا ياب الحين هاك، وفوق السوالف شفتك قاعد تخش روحك قصاد رفيجه هني. اتوقع زين لا راقي. لا مو في الرفاع، في الزنج. في الزنج. في الزنج. اعطونا السؤال اللي عقبه. الرابع الحين احنا وصلنا. ضاعت والله ضاعت. الرابع سؤال الحين والله سؤال. الرابع. الرابع إيه انت تمام. صح انت يلا صح إيه. يلا نشوف السؤال الرابع ابو عيسى. جاب المحل سيارات. ايوه جاب المعرض سيارات صح. في الزنج. صح. عيسى وايد لذيذ وايد لذيذ. سحورنا اليوم عملنا تغيير. ونسلمك لازم. انزين ابو عيسى السؤال هو كهو على الشاشه، عدوا الاحرف يا جماعه، بس عدوا الاحرف اللي على الشاشه. يلا. كم حرف على الشاشة حالياً؟ كم حرف؟ لا كم حرف؟ الأرقام اللي أنا قاعد أشوفها قليلة، لماذا؟ أي والجواب ترى الرقم فوق. غلط 107، غلط 89، 220 وايد فوق، 77 قليل. يعني شيء ما شنو قاعد أقول لكم، خلكم في المية. 187 هاي وايد عور قلبي. اوف اوف اوف، هذه حسب بسرعه تظنين؟ وايد حسب بسرعه، و300 غلط، 80 قليل، 576 انت متملل. اي وايد فوق راح. 178 1000 متملله. اي اي هاي الارقام تعطيك شيء حالنا متملل. 98 والله للحين قلبي معورني على اللي هناك. اي 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 اللي كتب رقم وايد جريم الاجابه بس نسيت الرقم. 188 اوهو. 188 يعني 189 اوهو. وايد جراب يا جماعة. 188 لا 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 تقلدون الإجابات الغلط يعني غلط. خلكم في نفس الرينج، خلكم في نفس الرينج. 131 وايد شوي، 110 وايد شوي. حبيتهم. ها لا 189 غلط، مري 98 غلط. اي 185 بي اكس ام اي 10 وايد جراب يا جماعه لدرجه الزياره. اي بالضبط، رد رد شو اسمه،
راجع مرة ثانية. نسرين A 0189 قريب يا نسرين. وايد حسافة. وايد حسافة. وايد قريب 190 فوفو مون 355 187 لا موفق موفق الله يوافقك وايد قريب وايد قريب يا موفق. مشكلة ما اقدر اقول فوق ولا تحت ولا كان خلاص يعني بقول الإجابة الا انك بس شيء بسيط والبسيط كنا بعد اكو صادو 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 عبد الله ناصر عبد الله ناصر عبد الله ناصر يا بها 86 حرف كفو يا عبد الله وانا الارقام اللي كانت عندي يا فوق بنمره يا تحت بنمره في 187 185 اي يا فوق يا تحت واتوقع وايد ناس قاعده تكتب 186 صح ولكن نعيد ونزيد ونكرر هو هاي المشكله احنا بروحنا متواجدين وياكم ترى احنا في بس ان شاء الله بنشوف لنا حل نشوف لنا حل ان شاء الله يا ربي نشوف ان شاء الله ولا كلش بعد عقب ما خلص نطلع انا وانت لايف بروحنا لا كلش بسويها في السكانه اللي دار مداري هو اللي قط الاجابه اما اللي بعيد انا مو مسؤوله انا بوصل لهالمرحله خلاص عجبتني بالسكه ما من اللي هني في السكه ابو عيسى في البراحه اللي عندكم هني نقعدي ونطقاكم ما في مو بهاي الجلابيه بجلابيات الفطور عاد شيء ونقعد بس يلا بلا انترنت بلا لوكيشن عورني راسي اي والله قلبي عورني لاني اعور القلب انه هالكثر والله لازم قلبي يعورني عليهم وعلى روحي انا مقابل ما اسحب شو اسمه شو اسم اللي فاز؟ محمد ناصر اذا مو غلط عبد الله ناصر احنا كلام محمد اليوم بسحب عليه اسحب على عبد الله بسم الله يا ابو ناصر بس بقول لكم علي للحين يعدون جالكسي اي 22 هاي تليفون تلفون انا بعد انا مال تلفون انا تلفون تستاهل يا ابو ناصر عبد الله ناصر تستاهل جالكسي اي 22 عليك ب 60 الف عافيه اللي كنت بقول ترى انا بعد بيني وبينك الظاهر اختارون من دون معايير الله يهداكم اي معايير بعد اللي بيطلع اللي بيقول الاجابه الصحيحه تنطبق عليه كل الشروط والمعايير ربعنا بعد ساعات يختارون مصطلحات صعبه معايير وشروط وقوانين وانظمه والله هو ساعات بعد بيني وبينك يحر يعني تخيل روح انا اكتب هالكثر ما يقرون يحر 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 بس واحنا بعد في نفس الوقت يعني يا ريت يكون في وقت ان احنا نعيد ونقول ونزيد في هالموضوع اللي شويه ظالمنا كلنا اي كلنا احنا والمتابعين ولكن بعد نقول ان شاء الله اكبر عدد يفوز ان شاء الله ان شاء الله اكبر عدد يفوز واكبر عدد من الناس تتابعنا في اللايف الخامس الحين الخامس انا مضيع الاسئله ترى انا عبالي السادس خامس يلا نشوف السؤال الخامس أكيد. يلا من هو صاحب هذه الشخصيه مول انا اختار غير اسهل من كذي ما في انا اختار غير بعير اسهل من كذي ما في زعلت انا ابو عيسى جبت الرقم من زمان براضيك ابو عيسى زعلان منك عاد هذه انا عارفه احمد دينش هذا عارف مراباته عندي زين اشوى ايس دي امريكانو اشوى بس اوكي عاد ابو يوسف والله شلون؟ لانه انا لا حزعل مني ما عشان راضي عاد ابو يوسف امس بروحه مدلعيني جاري لي تعطيره مال سياره والله خوش شيء احمد حلمي خطا احمد جاستن بيبر خطا جاك ما ادري من بس خطا براد بيت خطا في رمضان شو في رمضان خطا بي تي اس احد من شخصيات بي تي اس لا 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 لا, لا. هذه ممثل انا بالنسبه لي انا ما اعرف الشباب قالوا لي لا هذه انا يعني شوفي واعوذ بالله من إيه؟ كلمه انا ما لي في المسلسلات الاجنبيه شيء ما إيه؟ يا جماعه هو الممثل الاجنبي ولكن انا بالنسبه لي المسلسل ذي ماله إيه؟ اقوى مسلسل وين تتابعه؟ والله تابعته في يعني في الانترنت في الانترنت؟ اي اوكي وامس خلاص ما في عقبه ودعته يعني لا قوي شيء ما واحد حط اجابه كتب رجل الضباب الله صدق هاي صدق ان انت فنان والله اي حلو لا لا رجل الضباب احمد بدير لا يقول لك اجنبي بيكم لا اجنبي يا جماعه اللي تابعون المسلسلات مو نيكولاس كيج من اقوى المسلسلات انا بالنسبه لي اقوى مسلسل يعني انت تعرفه انت وياي اقوى حتى الشباب هني والله في الكنترول يقولون لي هذه اقوى مسلسل ما اعرفه صراحه حتى انا ما اعرفه شيماء حطوا اسمه اي مو لقب مو اسمه في المسلسل
يابو يابو والله انا ما اعرفه صراحه يت حق الصج بايسر. والله يا شيماء تبتدين حلقه لازم بتخلصين السيزونات كلها. هو هذه عيبه، هاي فخ، هاي كمين المسلسلات من النوع انا اسميها كمين. قوي حامد، حامد مو حمد، حامد دوت ايكي. ايوه اذا من هو هاي الشخص؟ سليم مورفي. وايد فنان لهالدرجه ابو عيسى. مسلسل ماله بيكي بلايندر، وعشاق المسلسلات يعرفون اتحكي عن شنو مستوى. شوف ويوهم الشباب. والله يا شيماء مسلسل صح. خلاص مسلسل عقب رمضان ذكروني عاد باسمه لانه انا ما احفظ اسامي. تعرفي يقول لك انه كان المسلسل المفروض بطوله من ورفضها مال ترانسبورتر جون ستيفن مارك اسمه، رفضها يقول ما يبي يقول، وخذوه هذا الشخص وخذوها من نصيبه من لا يركب على الكاركتر اكثر. إيه؟ كاركتر ما في في كاركتر. اي في كلك تحكي انجليزي ولا داعي. تفضلي طال عمرك. في كلك جاء اخر جائزتين. ابل ووتش الف مبروك. يستاهل 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 حمد. يستاهل زين جاهزة الحين حق السؤال الأخير. أستانس على هذا السؤال. السؤال الأخير جاهزين. عطنا السؤال الأخير يا شباب. السؤال الأخير أبو عيسى. دانا عيسى عصبت علينا. في رمضان وتجيبون لنا ذلين. إي والله غلط، ليش يجيبون لهم ذلين؟ والله. إي هكا سووا له تشلوم. يبون لنا شيء يعني مال رمضان. إي خلاص. تجيبون لنا شو اسمه؟ يبون لنا مال رمضان. يبون لنا فيمتو. مثلا. يلا فقرة والله وسوي والله إيه ليش كله أوادم والله سوي أشياء سوي أشياء شيء ريليتد حق رمضان وظللها والناس كلها تعرفها. مجسمات. تسلم عينك. أكو والله العظيم يا دانا قال من عيوني. طبق شعبي. أكو واحد بيها حجران. ها؟ لا والله أكو إيدو تصقر. هاي انطر يقول لك، يقول لك انطر بعد. أنا بالعمالة قلت اسمه قبل الحريجة على الأقل الناس تشهد. بقول لك لا تسوي لك شو اسمه حركات ترى مو زين، ودي روحك في مشكله وايد عوده. الله يستر بيحرق. لا 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 اي دوت صقر كبشرتوا يا شباب. اي دوت صقر حق صار ما صار. يلا الفقره. جمله معكوسه يا جماعه. جمله فقره معكوسه. صلحوها لنا صلحوها لنا صلحوها لنا وكتبوها كلها في نفس السطر. ها من تحت لفوق من تحت لفوق بالضبط كلها في نفس السطر. أنا هالكومنتات حتى لو تضحك تخرعني. لا ما أخاف لهالدرجة. ها يلا يا شباب، يلا يا جماعة الخير، عندكم فقرة الحروف اللي فيها معكوسة نعدلها نرتبها. بالعكس من تحت نسهل، يعني آخر كلمة هالواحد يقراها من تحت مكتوبة مويلة. هي شنو اكتبها بالعكس؟ اليوم ألف لام ياء واو ميم. ساعدكم أبو عيسى ساعدكم. واسترسل ومن قبل ما تطق سند طقها كوبي عشان تسويها بيست اكثر من مره. بعد شتبون بس اعطاكم اكثر من هنت واكثر من طريقه تضمنون تكرار الاجابه. اني ارى فقرات كثيره تكتب الان على الهواء. وحلو ان الناس عرفت اوريدي الطريقه مال السؤال. لا خلاص اي عشان بس يكتب بسرعه. يمكن في البدايه كان في صعوبه. ان اي العال دوت 208. الوحيد وهق عليك والله عليك بالعافيه. والله عليكم بالعافيه. عليكم بالعافيه. اجمعها وفكروها. عليكم بالعافيه. شن هي الجائزه ابو عيسى؟ الجائزه عندك ختامها مسك. الفقره تقول اليوم متفطر خفيف كلش وما ثقلت لانه مسوي دايت، بس كلت هاي مخفف ها شوربه وثريد صحن مجبوس دي اي وخمس قطع كباب وقطعتين سبرنج رول خضراء وقلصين فيمتو. هاي مخفف يا جماعه، هاي تشيت دي شنو بيسوي؟ اوه شنو؟ حلوه الجائزه. شنو؟ حلوه الجائزه. ما شفت الجائزه بس اي ثينك انها شيء حلو دام من زين. الجي تي في كفو الف الف مبروك. اتوقع اكيد شيء مميز صح شباب؟ صح؟ سمارت تي في وحركات كذي ولا مقوس؟ الله شيء عود تبزون عود بو بوصاتك وايد ما اعرف بوصات وايد بس اول تذكر اول ما نزلوا التلفزيونات السوني البوكسات ايه البيت اللي فيه التلفزيون يعني بيت كشخه بالضبط وما يستقبلونه يا حد كشخه ورصاصك اللونين ايه 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 التلفزيونات شلون بويسه هالكبير
هالضعف وعوي حركات وتشوفه من كرسوه وفي ليتات ورا على طوفه صارت تتخرع اللي خرع عزب بيروح يحرق المحل كابتشرتوه طلم الجامع ماري ما دام احنا جريب طلع المحل كابتشرتوه صيدوه لا 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 تستاهلون كل خير استودع حلالك الله تستاهلون كل خير خو يوسف شهر رب العالمين حبي ريكورد عندنا الاجوبه ريكورد عندنا الكومنتات احنا وين احنا ليه اللايف اكو سمعتوا صوته هذا اللي حط اسئله سمعتوا صوته ريكوردد بحطهم لكم عقب نص ساعه شيء بس بنقصصهم وبحطهم لكم في الانستغرام وصلنا للختام وعن شيء ما بعد وصلنا للختام ابو عيسى بيحطهم في الانستغرام في النهايه بقول لكم مع السلامه اشوفكم عقب باكر باي باي